وائل انت مساء الفل، ما ترجع يا كابتن وائل تلعب الموسم ده، تخلينا ان شاء الله ربنا يكرمنا ببطوله افريقيا. ده عبده محمد يعني يعني احنا تخن كنا شويه يا قريبين، جماعه والله، كنا بص قريبين. تخن تخن انا لسه هو تخن. ايوه كنا قريبين من سنتين يا اسلام من الفاينل بتاع دوري الابطال، وده يعني يعني الفرصه مش بعيده. النادي ان شاء الله محتاج بس حاجه بسيطه باذن الله الفتره اللي جايه، ويبقى عنده القايمه من اللاعبين تقدر تفوز بالبطوله. شوف بشوف التدعيمات الاخيره، تدعيمات كويسه. ان شاء الله. انا عارف ان البطوله دلوقتي الافريقيه بالنسبه لجمهورنا بقت زي بطوله الدوري في الثمانينات والتسعينات، مهمه جدا جدا. فان شاء الله قريب باذن الله فرقتنا تمام. تفوز بيها يعني. مروان بيقول كابتن وائل كل سنه وحضرتك طيب، عايز اسال حضرتك عن ابو تريكه واتكلمنا عنه، اخبار ابو تريكه ايه؟ ناس وحشه ابو تريكه كويس جدا. الحمد لله في الشغل طبعا هناك بشوفه معايا ويعني مستقر هناك شويه. بينام بدري برضه الساعه 7 بالليل برضه؟ بينام بدري برضه هناك. لا بتتكلم بجد؟ بينام بدري والله، الايام اللي ما عندوش شغل فيها بينام بدري برضه. يعني مفيش حد، هو اسلوب حياه يا اسلام، اسلوب حياه. احنا اتعودنا، انا هنا بنام بدري، انا هنا ده ما بينامش بدري يا جماعه، انا باخره بالليل، باخره شويه بس برضه يعني لسه بتناموا بدري. خلاص انت عشت عمرك كله بنظام معين اكتر من 30 سنه يا اسلام، يعني بسيستم معين صعب ان انت تغيره حتى بعد ما تبتعد عن الكوره. ماشي يا سيدي، هنعمل ايه يا جماعه؟ هنخليهم ينام لان مفيش ماتشات ولا في حاجه، بس ماشي. طبعا ده زينب السيد بتقول لك طبعا حلقه جميله، دمتم